السؤال بقى التاني ده مهم قوي، لانه انا شايف ده يعني غريب جدا، انه من يقول انه من يعاني من ضعف وسرعه القذف ممكن يتعمل له عمليتين، عمليه لتركيب الدعامه وعمليه لعلاج سرعه القذف. ده من الحاجات المستغربه جدا. للاسف في بعض الناس يعني ايه بأشبه ما يسمى بالعروض بتاع المبيعات في السوبر ماركت. ما ينفعش الطب يبقى فيه كده. ما ينفعش ان انا اقول له انا هعمل لك الدعامه وكمان هعالج لك سرعه القذف اثناء العمليه. طب ما هو الدعامه في حد ذاتها بتعالج الاثنين. فعلا، وحتى لو كانت لا تعالج فالكلام اللي بيقولوه كلام فاضي ليس له اساس من العلم. ما فيش عمليه لسرعه القذف خالص. لم تؤيد الجمعيه الدوليه لطب الذكوره انه توجد جراحه امنه، ونحط تحت كلمة آمنة 20 خط لعلاج سرعة القذف. وما اعترف به لعلاج سرعة القذف هو العلاج الدوائي أو الكريمات الموضعية فقط لا غير. وكل ما ظهر وما أشيع في جراحات وما يسمى بجراحات أو تدخلات لعلاج سرعة القذف لم تعترف به الجمعية الدولية لطب الذكورة لسببين. أي علاج لابد أن يشترط فيه شرطين، الفاعلية والأمان، فهو يفتقد الأمان وبالتالي لا يصلح كوسيلة علاج. سواء بقى يقول لك والله انا بستخدم موجات مش عارف ايه ذبذبات ما اعرفش ايه بقطع نهايه العصب ما اعرفش بقطع منطقه الدلتا، كل ده كلام فاضي، كل ده كلام فاضي. وياما ناس اتعذبت واتبهدلت من وراء هذا الكلام. طبعا ده في يعني كوارث حصلت بسبب للاسف جراحات غريبه للأسف. بعض المروجين روجوا لها